السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. الجمعة مباركة. اليوم غادي نكتشفوا السيتروين من شركة فرنسية سيتروين الاير كروس. عندها موتوريزاسيون قوية ما شاء الله، كتجي 92 شوفو ان 6 اتش دي اي. الكوبل ديالها كيوصل 254 نيوتن متر. الكونسوماسيون ميكس ديالها 4 لتر في كل 100 كيلومتر. بويسونس فيسكال 6 شوفو الوراق صغار. كذلك كتجي في بواط فيتيس مانويل 5 تاع لي رابور. الموتور ديالها ديزل اكيد. هادو هما اهم المعطيات اللي كيحتاجهم الواحد من ناحيه الموتوريزاسيون. غادي نكتشفوا الشكل الخارجي ديالها والبري ديالها واللي طاريف وجميع لي فاسيليتي باش كتخرج ان شاء الله. بقاو معايا. سيتروين الاير كروس الشكل الخارجي ديالها، عندك لي غري ديالها جاو كرومي في تناسق كبير مع لي فو دو جور اللي فيهم اليماج اوتوماتيك. فيها لي بروجيكتور اونتي بغويه، عندك كالندر كبيره باش تدخل لير بكونتيتي كافيه للموتور ديالها. بارشوك ديالها جا في لوك سبيسيال بالنسبه للسيتروين الاير كروس. اما الشكل الجانبي ديالها، عندك دي جونت كيبداو من 15، كذلك كاينين تاع 16. ما شاء الله السياره تاع المدينه كتستهدف جميع الفئات الاجتماعيه. عندك لي روتروفيزور رابطه بالالكتريك فيهم سيلي مينوس، كيف ما قلت لكم صالحه لجميع الفئات الاجتماعيه، كبار وصغار، دراري وبنات ما شاء الله. الباب ديالها عندك لي فيتر الكتريك، عندك الكوموند تاع لي روتروفيزور، البواني كرومي فيهم مساحه تاع التخزين، كذلك فيهم لي هوت بارلور او سيستيم سونوريزاسيون. ما عجبنيش داك البلاستيك اللي فيهم اللي في الباب كماتيار، حيت كثير وكان داروا الكوير او شي انسير ديكوراتيف غادي يكون زوين افضل احسن من البلاستيك عادي هكذاك. لي فيتر ديالها جاو تانتي. وخوتي فضلا وليس امرا، لايك وسبسكرايب، كملوا كيف ما كتشوفوا فيها باغ دو طوا اللي كيعطيها هذيك اللمحه تاع الكروس اوفر سي يو في. سياره صلاح في المدينه، صلاح تاع المدينه بامتياز. هذا كشكل خارجي من القدام ومن الجانب ديالها. سياره من اللور ديالها عندك لي فو اغيير جاو ليد، جاو في هذا اللوك هذا لي سبيسيال سيتروين الاير كروس. المونوغرام ديالها فيها لي غادار من اللور زائد الكاميرا دو ريكول. هنا جاو انتيغري في البارشوك ديالها اللي كتشوفوه بهذا الديزاين هذا. كمساحه تخزين عندك كوفر كيهز 400 اطرو كبير ما شاء الله كيف ما كتشوفوا هنايا، وفيه الاضاءه وكذلك فيه بزاف تاع المساحه تاع التخزين اضافيه، زائد لي بونكيت اغيير الكراسي تاع اللور الا بغيتي تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. غابطابل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك، تقدر توصل حتى تقريبا 400، تقدر تزيد حتى 1000 اطرو كمساحه اضافيه. زائد عندك هنايا ديك لا كودوا سونترال فكا دي باساجي اللي تيجلسوا في اللور. اش نشوفوها من الداخل؟ ما شاء الله السياره من الداخل فيها بزاف تاع الامتيازات من ناحيه التكنولوجيا ومن ناحيه الكونفور. عجبني فيها اللي سلغي ديالها اللي جاو في هذا اللوك هذه راه العامره اللي معنا، زائد الكليماتيزاسيون ديالها لي اوتوماتيك، زائد لا تكنولوجي اللي فيها كايكرون كتجي 6 بوس. ما عجبنيش فيها راه هابطه شويه، وكان طالعه غادي تكون سيكوريزي وسلامه بزاف، سليمه بزاف للكونديكتور، حيت انت تخيل انت كتسوق وكتشوف لتحت في ليكرون وكتلعب كتوشي شي لعبه في ليكرون ماشي سليمه. عندك لي بونكيت اغيير كما قلت لكم غابطابل، وجاو هنايا سومي كوير، جاو اون تيسو موين سومي كوير كيف ما كتشوفوا معايا. فيهم ليزو فيكس من اجل التثبيت وسلامه الاطفال، هذا من ناحيه السيكوريتي مزيان. زائد عندك هنايا اكودوا سونترال كيف ما كتشوفوا في لي سيلغي تاع لي باساجي اللي في اللور من اجل لو كونفور ديالهم، يمكنك دير فيه قهوه. وعندك لاكسيل الكوفر ديالك فاش كتهبطوا بحال هكذاك. بلان فو ديالها جا في هذا الكولور هذا كيف ما كتشوفوا. اجي نشوفوا كونديكتور الفولون ديالها. الفولون ديالها ملتي فونكسيون افون اي بروفوندور، فيه ريغيلاتور دو فيتيس، زائد البوط فيتيس هنايا 5 تاع لي رابور مانيول. عندك هنا ايكرون 6 بوس اكتيف مع رياكتيف مع الابل والاندرويد. كذلك هنايا الفولون ديالها 3 برونش كيف ما شفتوا جا اون كوير. عندك هنايا لورديناتور دو بورد ديالها، كليماتيزاسيون ديالها كذلك كتجي اوتوماتيك. هذا الشيء اللي عجبوني فيها، عجبتني لا تكنولوجي اللي فيها، زائد لو كونفور. الكراسه اخويا اخوتي مريحين بزاف. الكونسول سونترال فيه بورتي على يو اس بي بريس تاع 12 فولت، زائد يمكن يتشارج التليفون ديالك سون فيل. فران امام ما شاء الله ما فيهاش للاسف ان كودوا سونترال ما بلانش.
الأثمنة ديالها كاين تبدا من 18 كتوصل حتى تقريبا 20 مليون. كاينين ديرو ميز ما عليك غير تواصل مع أقرب وكالة تاع سترواين، ولا بغيتي نعطيك أنا شي نمرة تاع شي كوميرسيال مرحبا خليها لي في الكومونتير.